عارفين انا بتخيل صوره لمصر ازاي رسمه كده لوحه في دماغي لمصر وحطها هدف هي يعني بصي كاني هطلع القمر هناك لا يمكن ابص لا يمكن ابص تحت رجلي كده ووقف There is no way I can die I will die probably without even seeing the picture completely formed but I'm so determined ان الصورة دي يبتدي اي حاجة منها تحصل نفسية المصريين الطاقات الايجابية ها؟, ها والنووي اللي جواكو انتوا ما شاء الله طاقة مش طبيعية احنا هنا بنتشقلب هنا هما يعني بيتشقلبوا في مخدرات عشان يوصلوا للطاقة دي وعمرهم ما هيوصلوا لها الشباب هنا جاموسة ماشية في ساقية من غير ما يغموا عينيها متخدرة بالانتي ديبريسنت متخدرة بالمخدرات والخمرة والكلام ده كله متخدرة بأكل الخنزير ماشيين زي العبيد كده بس بجرافطات انتوا أحسن من كده مليون مرة انتوا ناس حرة اي شوية انتوا ناس حرة انتوا مش عارفين ده اوكي okay. أنت نتخيل لو مصر كلها بقت رياضية أو جزء منها أو حتى من أو يعني ها You're gonna know how to do this. You're gonna know how to breathe in وتاخد الموضوع بروح رياضية والpositive انرجي energy to around بدل ما انت ماشي في الشارع بتسب وتلعن وت وتشتم وتهاجم وت... 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 وت عايز اوصل آه رسالة بالشتيمة وبالأم... وبال sexual examples و الجو ده. Oh my god. Why? 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 ليه؟ Anyways, I'm determined to help you إن شاء الله somewhere or another تغير من النفسية بس وتبدأ بنفسك، ز... تبدأ بنفسك هتأثر على العيلة اللي أنت فيها، هتأثر على شغلك، هتأثر على الجروبات بتاعتك، على الكوميونتي، هتوصل هتكبر على الدولة كلها، على الوطن كله، لأ من في مصر مش عايزها زعلان معلش يا مصر حقك عليا، هيصالحك بعد كده، معلش ما, ما أنت اللي بيجري فيكي مش معلش 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 I understand شعور الزعل I understand so understand it بس أنا بقى عندي شعور حرمان قوة 20 سنة يعني محرومة مسجونة في أمريكا مثلا فخلاص ما مش زعلانة من مصر في حاجة أوكي okay. Anyways خلينا نخش في في في, الرياضة والتمرين والبنات هقول لك الخطوات اللي أنا عملتها عشان الموضوع فرق ما, ما يسمى بفورمة والحاجات دي Alright? أول حاجة لازم اتيتيود بتاع مدى العمر يدخل نافوخك اللي هو لا انا هبقى حاجه كده طول عمري بقى هعملها خلاص تدبيسه هو كده وخلاص حاجه مؤقته ايزي كم ايزي جو يو gonna اني وير اي حاجه مؤقته نو يو هاف تو سو كيب جوينج اوكي ثلاث حاجات هتعمليهم زي ما قلت امبارح وانا نايمه في الفيديو لا لا لا, لا ما مش هطلع الجيم واتكلم وانا نايمه لا اوعى تحمد ربنا انا ما خدتكوش معايا الجيم دلوقتي المره الجايه ممكن اخدكم مره معايا الجيم المهم You're gonna change the way you eat هتغير أسلوب أكلك مدى العمر هتغير أسلوب تفكيرك مدى العمر هتتجوزي الجيم مدى العمر برضه أو أو الرياضة سبيشال اللي عايز ينحت ممكن لازم يجيم يعني لازم حديد والحاجات دي اوكي مش هقدر ادخل في الديتيلز بتاعت بتاعت النحت دلوقتي احنا لسه في مرحله مرحله التشينج اوف ثوت تغيير الفكر التلاتة دول تقعدي مع نفسك وابسس انا لما كنت بدات كنت بقعد احلم كنت بقى نايمه كده والله العظيم والله العظيم بجد والله كان كان بتقري ذكريات ذكريات مراهقه ذكريات امراه اوكي <applause> اي okay. واز دريمينج اي واز literally سيتنج there اللي هو نفسي شكلي يبقى كذا نفسي جسمي يبقى. نفسي احط رجل على رجل نفسي البس بلوزه كات وابقى طبيعيه دراعي ده كان قد كده اللي هو نفسي نفسي يبقى يعني نفسي وبعد ما بدات اخد سنه اللي هو الله ده نفسي بقى في كده فاهمه احلمي بيها اقعدي فكري في الموضوع طول الوقت عاده برضو سايكولوجيكلي البني ادم لما يقعد يفكر في فكره طول الوقت الفكره لما تبقى شكلها ذهنك طول الوقت هي دي اللي هتبداي تتكلمي عنها اكتر هي دي اللي هتبداي تنفذيها البيهيفير بتاعك هيبتدي من فكرتك اوكي سو ورك اون يور مايند راقب الدماغ ماشيه ازاي الاول right? كلمه مستحيل ومش هينفع ومش هيحصل وظروفي والبلد وتربت انسي كلمة مستحيل ده خالص انسيها طلعيها من القاموس لو عايزة توصلي اي نوع من انواع النجاح اوكي okay. عاوز uh, كنت في مصر اربع شهور مثلا مرة اند سم تايمز كنتش بعرف اروح الجيم اول ذا تايم alright وخلاص بقى هتعبط وهروح الجيم بطلع على اليوتيوب او انا كنت عارفه ساعتها بس قبليها كنت بطلع على اليوتيوب بطلع على اليوتيوب اتفرج ايه التمرينات اللي ممكن اعملها في البيت ايه, اجيب كرسي وممكن اعمل تمارين بالهبل عليه انا اي كان رينش وبقى يعني سويت ا Okay. مرة من مرات قبل ما الفجر وقبل ما الناس تصحى بقى وقعدت سلالم العمارة اطلع وانزل وسكوتس ولنجز وبوش ابز وايه واه كل حاجة عملتها على السلالم صباح الخير اللي هو ايه البت الغريبة دي وبتاع ودخلت جريت على البيت عشان طبعا المنظر ده بالنسبة لهم غريب مش بتشوفوا ساعات هنا المادوز بيطلعوا على سلالم بيتهم بيقعدوا يعملوا حركات كده يعني هتتعلمي لازم لازم تسعي انك تتعلمي سيبك من الكتب سيبك من الحاجات دي خالص اطلعي على اليوتيوب واكتبي الموضوع اللي انتي فيه انت مثلا دلوقتي عايزه تبداي اي جست وانا لوز ويت بادي sculpting, بادي تونينج بادي ويت ورك اوت بادي لو عايزه بقى تدوسي قوي اللي مش عارفه ايه دي اقعدي كل يوم ذاكريها نص ساعه كده اتفرجي على فيديو من فيديو لفيديو الفيديو لفيديو والكلام ده كله و وابلاي الحاجات دي كلها خمس مرات في الاسبوع المخ المصري كرييتيف هيعرف يخش يبتكر حاجه دي نفسه لو انت عندك بتروحي الجيم المره دي في ناس جدعه جدا بايونيرز بقول لك ايه العيال اللي هنا اللي بيطلعوا في التلفزيون دول المضغز اللي يعني دول فس جنب المصري لا دي شهاده بقى حقيقي لا لما والله العظيم بجد مش مش بيصلح ولا بعمل لا طلعت صراحه خدت ايه يعني. دول منظر على الفاضي بما فيهم الجيش بتاعهم فس بالونه كده منفوخه على الفاضي ولا فيها اي قوه ولا فيها استامنه ولا فيها اي حاجه انا هنا في الجيم اللي في فلوريدا من اول ما قلت ست سنين يقولك انتي انت يعني تاخدي ايه بتقول له انا مصريه العرق المصري قوي العصب المصري قوي We don't need We don't need drugs We don't need احنا نعم, رضعين ستيرويد يابا. رضعين pre-workout I swear to God ما شاء الله علينا Especially بقى لو حبينا حاجة وبقت passion هنمتنططين بيها Okay ممكن قوي قوي بمنتهى الذوق مدرب نظيف محترم مش عارف ايه بيشغله حلو بعد اذنك انا ممكن اتفرج على السيشن بتاعتك من بعيد عشان ما تبقاش متنحه وعيب بعد اذنك الاستئذان ده حاجه جميله جدا معاملة راقيه جدا اه يمكن يعني كده واستاذين الكلاينت برضو جدعان جدا they will help you هنا في امريكا الكلمه الواحده الفكره بفلوس الكلمه بفلوس girl I ain't, I ain't helping you for shit you pay me first كده يعني بيعبدوا الماده مصر مهما كان المصري هيموت ويركب ويلبس وعايز كده عمره ما كان بيعبد الماده تركيبه عاطفيه جدا وجدعه جدا كميه الجدعنة اللي بلاقيها بتكلمني بقول لك ايه عملت يا عمال... نهار فعلا دي will help you they will get you out انا اتعلمت كتير جدا لما نزلت مصر في الموضوع الفيتنس ده they really good people okay seek them out <تصفيق> <تصفيق> um, uh, الاكل ثلاث حاجات برضو خضار كل بصي خضار الوان واشكال وكل الاخضر املي بيتك وملي حياتك وملي في كل وجبه انت بتاكليها. اوكي؟ هيبقوا خمس مجموعات مثلا في اليوم حاجات صغيره كده مش الطبق الكده لا الحاجات الحلوه اللي, اللي قد كده دي عشان تكيب كده. فاكرين ده؟ اوكي؟ آه. آه، ف السكر آه، آه، فاكهه مالناش دعوه بقى بالحاجات التانيه دي خالص وبتكري بالفاكهه اطلع على النت شوفي فتنس فود Fitness ريسبيز ميل ريبليسمنت كل الحاجات دي هي... هيقول لك ريسبيز جميله جدا وتعملي حاجات طعمها روعه امينت اوكي وال... والاكل بتاعك الخ... الفراخ اللحمه السمك الكلام ده كله ساتيد وجريلد شوية 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 عايزة كاربز عايزة محشي كل محشي محشي اكشلي بليف ات اور نوت المحشي ده مفيد للصحة you need the carbs All right? بس بدل ما محشي هما ثلاث صوابع حلوين قوي جمال ما فيش اكتر من كده 3 scoops of rice or uh, whatever noodles يعني حاجه بسيطه كميه قد كده يبقى الطبق 70% منه خضار و20% منه كاربز ويستحسن حاجات اللي هي كومبلكس لوك ات اب وبعدين اللي بروتين بتاعك وده هيبقى ايه مدى العمر كل يوم في حياتك مسافره مش مسافره كل يوم يوم واحد بس في الاسبوع كله اللي هتستعبطي وتعكي وتضح فيه اعملي انت عايزاه لما توصلي لمرحله ان انت اليوم ده حتى قرفانه مش عايزه توصلي له قوي يبقى يور هوكت حطي لنفسك جولز شورت تيرم لونج تيرم شورت تيرم مود تيرم لونج تيرم شورت تيرم اللي هي مرحله التعود هنس uh, رمضان از اكثر دايز فدايما معظم الوقت مرحله التعود بين 20 ما بين 22 ل 30 يوم عودي نفسك على اللايف ستايل دي ان خلاص دماغي يلا انا هتمرن يلا انا هسعى اني اتعلم ازاي اتمرن يلا انا هسال الناس البروفيشنال محترمه يلا انا هغير نظام اكلي يلا انا هرشي ماما هقول لها ماما والله العظيم انا جايبه لك كردان ذهب بس اظبطي معايا <applause> الامهات بجد والله اي ام يعني, يعني كده أم. أه جواز الجيم خمس ايام في الاسبوع اول ما تحس ان انت بدات تقلي تروحي اقل من كده اعرفي ان انت لا لا ينقه الاجتماعيات في الجيم حلو عادي شعب بحب الاجتماع وماله جميل انا هنا الامريكان بداوا بجد بيقول لك خلاص انت يو عيني سي you هاي know no نو ليسن اي نيد تو كي ماي هارت ريت اب اي كان سستين ما اقدرش اقعد كده اقعد اتكلم معاك ساعه ولا نص ساعه ولا حتى دي. اكتر من 45 ثانيه يضيع وقتك بضيعي وقت الحرق اللي هتحرقيه بمنتهى الشياكه والادب والاحترام بعد اذنك او بعد اذنك بقول لك ايه تعالي خلص التمرين ونتكلم لما نخلص اه او نطلع نشوف نشرب ناكل حاجه مع بعض ورا ايه بصوا باللطيف بتاعكم نقف وسيب التمرين ونرحي ونجري اني واي اوكي ابلاي دول I will be posting more about the video about fitness بس واحدة واحدة عشان يعني وكده ما فيش حاجة اسمها سكواتس بس والكلام ده بس نو no. لما توصلي مرحلة النحت ده مش محور تاني وسبلمنتس تانية وصرف تاني ونظام أكل ونوم تاني بس التلاتة دول البداية حطيهم اوعديني يا ستي بعدي بعدي انبوكس كده ولا كومنت على خلاص هبعتلك انا ام ان ام ان وشوفي بقى observe بعد شهر دي نفسك شهر بس commitment من ثقتك بنفسك اسلوبك للمعامله مع الناس في ابتسامه اكتر هتشوفي ان الاسلوب ب... ب... يعني حياه بطريقه يعني الله بق... الله ربنا هتصبري شويه على اللي بيحصل الرود رينج والريج والكلام ده كله اتس اوكي okay, ماشي حصل يعني things will change صغنن so قوي بعدين هتكبر ان شاء الله alright again this is my only little official thing اي حاجه تانيه محدش بيستاذني انه ما ياخدها Which uh, violation of my copyright, so May Elk channel, May Elk Facebook, May Elka Instagram, or tweet is <laughs> what May Elk One, will the fan page, I should deal about all the comments. <laughs> ما اوكي هاشتاج ثينك مصري ثينك مصري يا مخي مخي دي كده حاجه شبه كده رايت سو وي كان اكشينج ايدياز عشان تتكلموا ونتكلم مع بعض وهقعد مرتين في الاسبوع مثلا جيت تو اول مسجز وارد عليها كلها طبعا بدايه بس البنات الاول و و انتراكت مع بعض وكده كذا اي جيت ا لوت اوف جود فيدباك اي جيت ا لوت اوف مواضيع اي جيت ا لوت اوف انرجيز طالعه اي لايك ات اي ونا كيب جوينج اول رايت سلام